ركلين بهدفين مقابل ثلاثة. يعني هذه المباراة هي أول مباراة يلعبها العجمان على ملعب الآن كرة ملعوبة. أوه! كريم كركار جول! الله عليك يا كركار! هدف أخضر والإشارة الخضراء. الإشارة الخضراء تفتح الآن في عجمان عن طريق كريم كركار بهدف رائع الحقيقة. لا 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 لا، هدف جميل مدوي، راح يدوي الجميع وراح يشعل المدرجات. شوف على طول، يا سلام يا سلام من الأهداف الجميلة. كريم كركار يتقدم يطرش له كرة بيمينه. يا سلام يا سلام على كرة كركار الفنان، يا سلام في مرمى عجمان. ولذلك الآن الإشارة الخضراء تفتح في بداية المباراة في الدقيقة الخامسة، والصقور الآن يحلقون بأول أهداف هذه المباراة. أوه. الله على الهدف، هدف روعة روعة روعة، هدف روعة من كريم كركار ليتقدم.